الجزائر ثلاثة خطوط أنابيب غاز دولية تربطها بأوروبا، وهي خط أنابيب الغاز ترانسميد الذي يربط الجزائر بإيطاليا، وبطاقة تصديرية تتجاوز 32 مليار متر مكعب من الغاز، إلى جانب الخط المغاربي الأوروبي الذي يصل إلى إسبانيا عبر المغرب، ويمكنه نقل كميات غاز سنوية تصل إلى 12 مليار متر مكعب. ورسميا انتهت الآجال التعاقدية لهذا الأنبوب في أكتوبر الماضي، ولم يجدد عقده بعد. أما خط الأنابيب الثالث فيتمثل في أنبوب ميد غاز الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا عبر البحر بسعة 8 مليارات متر مكعب، وقد دخل حيز الخدمة في مارس 2011. وكان هناك مشروع أنبوب الغاز جالسي الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر سردينيا بسعة 8 مليارات متر مكعب، وهو المشروع الذي أجل مرات عدة ثم ألغي بسبب تراجع الطلب الإيطالي على الغاز الجزائري. كما أحيت التحركات الأوروبية الأخيرة آمال إعادة بعث مشروع خط أنبوب الغاز الجزائري النيجيري العابر للصحراء الذي يزيد طوله على 4000 كيلومتر، يربط بعدها بشبكة خطوط الغاز الجزائرية ليضخ بعدها إلى أوروبا.